ومن الأدلة التي استدل بها من أجاز كشف الوجه للمرأة ما جاء في صحيح مسلم أن أم شريب كانت امرأة ينزل عندها الضيفان، فلما طلقت فاطمة بنت قيس أمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد عند أم شريب، لكن قال إن أم شريب ينزل عليها الضيوف وأنت تضعين خمارك وأخشى أن يسقط خمارك وأن يبدو ساقاك فيرى منك يعني من قبل الرجال ما تكرهين، وأمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم وهو ابن عمها وكان أعمى. قال هذا يدل على أنه أجاز صلى الله عليه وآله وسلم لها أن تكشف عن وجهها عند الرجال. لما؟ قال لأن الخمار هو ما يغطى به الرأس. نقول ليس هذا محل اتفاق، بدليل ما مر معنا من نصوص أنهن كن يغطين وجوههن بالخمار. وأيضا مما يدل على ذلك قصة أبي القاضي التنوخي لما أنشد تلك الأبيات: قل للمليحة في الخمار المذهب أفسدت نسك أخي التقي المذهبي، نور الخمار ونور خدك تحته عجبا لوجهك كيف لم يلتهب. هذا يدل على أنها غطت خدها